ريحته بالمسك والكمثرى، فيعجب الناس اللي تحب الريحه البارده. شوف هذا ثوب كزين حطينا عليها القلم، العود الكمبودي مع الاخشاب. واخيرا اللي هو العرض اللي نازلين فيه حاليا في ما شاء الله تبارك الله، هذا البراند اكثر مبيعا اللي هو ال ما شاء الله. يا مرحبا شباب، الله يسعدكم يعطيكم العافيه. زي ما انكم شايفين الان خلفنا معرض العطره، الموقع ترى ما يضيع امام اللي هو عاليه مول. شوفوا عاليه مول هناك، وهذه هي العطرة. خلينا نشوف إيش عندهم، إيش العروض. أنا المحبين للعود، المحبين للعطور هنا اليوم في المدينة المنورة. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، هذا هو مدخل المراسم. تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الله. هذا برهان سعودي، السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعطيكم العافية. ما شاء الله، إيش عندكم أنتم هنا؟ في عندنا هنا عطور الشعر، في هنا العطور حقت عطور الشعر. حلو. هنا عطور الجسم كلها عليها عرض، الواحد 115، إذا أخذت لاتر الرابع مجانا. هذا فقط عروض داخل المعرض؟ أيوه فقط داخل المعرض. هذا في منها رجالية ولا كلها نسائية؟ كلها يونيسكس، وفي رجالي أكثر وفي نسائي أكثر. نقدر نفصلها كذا رجالي يعتبر؟ يعني هدول يعتبروا رجالي. جميل. بس ينفعوا للنساء برضو. حلو. بقية تقريبا كلهم يونيسكس. أعطيني شيء كذا مميز للرجال، يقول خلاص هذا هو المميز عندنا وأكثر مبيع. عندنا هذا بالعود للناس اللي تحب ريحة العود، حيعجبهم بلا شك. هذا العود صح؟ ايوه. ما شاء الله تبارك الله، هذا كم سعره؟ 115. هذا 115. ايوه. وسعره الحقيقي؟ يوصل لك على 200. 200 ريال، أيوه. حلو، اللي بعده؟ هنا عندنا هذا بالعنبر والزعتر. حلو. واللذر. كم سعره؟ يعجب الرجال. هذا 115 برضه. ايضا 115 قبل العرض 115. ولا بعد العرض؟ بعد العرض كلهم في 115. قبل العرض كم؟ في 200 تقريبا، حول ال 200 يعني تقريبا. حلو. وعندنا الاكثر مبيعا في بيور، هذا ريحته هذا النسائي الان؟ لا يونيسكس، يعجب الرجال. يا سلام، ريحته بالمسك والكمثرى، يعجب الناس اللي تحب الريحه البارده الخفيفه. كم سعره؟ 115. كم ملي؟ 75 ملي. اعطيني كذا تفضل. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. اتوقع هذاك اكثر صح؟ لا كلها 75 ملي. كلها 75 ملي. أيوة. الله السلام عليكم. عليكم السلام. الله يحييك، الله يسعدك، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. ما شاء الله تبارك الله، ايش عندكم انتم هنا؟ عندنا كل طيب ان شاء الله. الله يسعدك. الله يعافيك، احنا متخصصين في روائح معينه، عندنا اربع خطوط عطريه تمثل اربع شخصيات. الشخصيه الاولى الخشبيه. الخشبيه؟ ايه. العود؟ لا اخشاب، اللي هو خشب ارز وخشب صندل وتبغ. ما شاء الله، هذه هي الخشبية. يعتبر بس سيلر عندنا. 75. 75 ملي. اي نعم. كم سعره هذا الان؟ سابقا كان 255، الان 190. براند سعودي. الله الله. اي نعم. براند مدني. مديني. نعم. مديني. اي مديني. والله جميل، والله جميل. حلو. اللي بعده. اللي بعده طال عمرك، هذا نفذ من عندنا، اللي هو المسك، سولد اوت من اول يوم تقريبا. يجي بنفس العبوة هذه. نفس العبوة. اي نعم. حلو. مسك. المسك طبعا. ما شاء الله. افتتاحيته زهرة ليلك. ومشمش وأناناس وقاعدة العطر مسك. ما شاء الله، كم سعره هذا؟ نفس السعر تقريبا، كان 255 والآن ب 190، لكنه نفذ. هذا العرض فقط للمعرض؟ صحيح. اي نعم. جميل جميل. اللي بعده. اللي بعده طال عمرك، البرقموت، او عفوا هنا التونكا وهنا البرقموت. يا سلام. اي البرقموت الله يعافيك، اهم مكون فيه الزنجبيل. زنجبيل. اي نعم، اهم مكون فيه زنجبيل. يا سلام. يا والآن سلام. هذا وقت كله يعني اتوقع طبيعية كذا. اكيد طبعا. حلو. إيه. والمنتج الاخير اللي هو التونكا، لذري حمضي، بالنسبه لي يعتبر عطر جوكر اليوم كامل. ما شاء الله. هذا يعتبر للاجواء البارده الشتويه. اي نعم. ما ينفع في الصيف اتوقع ابدا. إيه. هو اي ابدا. المعرض السابق من ثاني يوم، ولانه كان يزامن في الشتاء، اللهم لك الحمد، سولد اوت. ما شاء الله. إيه نفذت كميته. براند مديني وما شاء الله، وشغل مديني. يا نتمنى يا باذن الله تعالى العالميه. فين واصلين انتم الان؟ فيكم ان شاء الله نكبر. امين. أيوة يا رب. فين واصلين الان؟ حول المملكه؟ اللهم لك الحمد. إيه احنا عندنا كانت مشاركه في الرياض في الجيري. ما شاء الله تبارك. في العيد السابق، وهذه ثاني مشاركه لنا في المدينه، لان احنا اصلا من المدينه انطلاقتنا. وان شاء الله واخيرا اللي هو العرض اللي نازلين فيه حاليا في المعرض، البوكس شامل للروائح اللي تكلمنا عنها كلها. اي نعم الاربعه. سابقا كانت ب 490 والان في المعرض بس ب 290. 290. اي نعم، الاربع روائح اللي تكلمنا عنها الان كلها اتوقع نفسها ولا في الباكجينج هذه؟ لا 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 ابدا، نفسها في الباكجينج هذا، المرتب، سهل الاستخدام، سهل التنقل، نحط في الباتش اذا عندك شنطه في السياره. وكلنا نعرف نعاني من الاحجام الكبيره انها تخرب اذا كان طلعنا بالفعل فيها. اي نعم بالفعل. فهذا
عملي كامل شامل وكافي. اي والله حيا الله يسعدك يا رب. يسعدك يا رب. شكرا. مرحبا. يا هلا بالغالي. كيف الحال؟ ما شاء الله تبارك الله. ايش عندكم انت؟ انا عندك هذا الله يعافيك المنظف خاص بازاله الحبر من الثياب. حلو حلو. عندك ملابس، عندك فرش، هذا الميز فرند هابس. حلو ما شاء الله تبارك. هذا الله يعافيك. عندك حبر على الثياب، زيت سياره، شحم، اي بقع مستعصي. ايش رايك نكتب على ثوبك؟ متأكد؟ اي بنجرب على ثوبك. الله يعافيك. شوف هذا ثوب كزين حطينا عليه القلم. يا سلام. زيت انت حتجيب العيد كذا. شحم، فرش، كنب، اي بقع مستعصي. الله يعافيك. هذا حبر الان سائل. اي الله يعافيك. هذا الحبر بليت الاقوى حبر. الله يعافيك. طبعا الطريقة الصحيحة الله يعافيك طريقة الفرك. انا بحط منديل عشان مع فتلك الثوب، برش البخاخ نفس الطريقة هذه، شبعه زين بالمنتج، حبر، زيت، شحم، فرش، كنب، اي بقع مستعصي انظف لك. عندك مراتب السيارات بالعادة، كتابة على الجدار في البيت، حكات الكنب كلها ينظفها بخاخ، حتى الحبر الناشف، حبر، زيت، اي شيء. الله يعافيك. اي شيء الله يعافيك. زيت سيارة، شحم، فرش، كنب، سجاد، كلها ينظفها البخاخ هذا. يستخدمون الاهل في عيون الفرن، في السيراميك، في الفرش، الكنب، في السجاد، في كل شيء. عقب الفرق هذا الله يعافيك. هذه غالي مويه، المويه بالاخير تشيل لك اثر الماده. اي اثر الماده. الله يعافيك. ما شاء الله. تاكد الحين ثوبك في شيء، كانه ما في شيء. الحبر في الثوب عندي ما شاء الله تبارك الله. هذا كم سعره؟ هذه الحبه الله يعافيك سعرها 35. 35 اربع حبات من 140، عليها عرض 100 ريال. هذا العرض اتوقع للمعرض. للمعرض الله يعافيك. ما شاء الله. حبه 35، العرض للمعرض اربع حبات 100 ريال بس. الله يعافيك. الله يسعدكم. شيء يفيدك في البيت كامل. الله يعافيك. ما شاء الله تبارك الله. يسعدكم. الله يسعدك. محلك الله يعافيك. يستاهل. الله يطول عمرك. شهاده نعتز بها. الله يعافيك. الله يسعدك. الله تبارك الله. براند كويتي. الله يسعدك حبيبي. الله يسعدك. العافيه. ما شاء الله تبارك الله. ايش عندكم انتم هنا؟ عندك ثياب لوكوتيه تتميز بعطر بسيل، من اكثر مبيعا مو بالسعوديه بس، بدون بسيل. ايوه بالدول الخليج عامه. ما شاء الله. من اكثر مبيعا بسيل. هذا من العطور الفرنسيه البارده الفواحي، اسميه مع مسك مع فلينيا مع جوز الهند، حتى حلو للدوامات الصباحيه، مو مزعج. ومسوي عليه عرض تقريبا 30%. هذا العرض فقط اتوقع للمعرض. للمعرض فقط. جميل. سعره الاساس 390، دحين عليه عرض 190 ريال. 190 ريال. 190. جميل. هذا اكثر مبيعا عنده. اكثر مبيعا. وش كمان تعطيني شيء كذا مميز في عندك؟ ده الشتاء. حلو. عندك العود. الشتاء هذا. ايه. حلو. العود الكمبودي مع الاخشاب، شيء خرافي. يا سلام. هذا كم سعره؟ هذا سعره كان اول 490، عليه خصم 50%، صار دحين 245. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. وعندهم اصناف زي ما انكم شايفين. ايش الصنف هذا الان؟ هذا عندك ماجيك الساحر. هذا عندك العود مع البخور، بوتشيلي، تباكو، زعفران. جميل جميل جميل. ما شاء الله تبارك الله. هذا البراند سعودي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش عندك؟ براند سعودي من المدينه اسمه النبتة، لانه البيس حقت العطور حقتنا بالليمون. هذا اول عطر. أيوه. رقم واحد اللي هو برغموت والاوركيد والليذر البارد. ما شاء الله تبارك الله. هذا كم سعره الان؟ 199 وبعد الخصم 149. هذا للمعرض. للمعرض طبعا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحييك. كيف حالك؟ طيب. ايش اخبارك؟ الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. ايش عندكم؟ عندنا عطور مميزه، احنا براند من 2018 جاي من الرياض، مشاركين في المدينه. عندنا عطور مميزه وثبات فوحان، مضمون 100%. مضمون 100%. ايش 100%؟ ايش الضمان؟ هو 24 ساعه ولا يعني؟ اذا العطر ما ثبت اكثر من 10 ساعات رجعه وخذ فلوسك. يا سلام. إيه هذا النظام اللي عندنا. وفي عندنا اكثر مبيعا اللي هو ال. ما شاء الله. هذا اكثر مبيعا. إيه. وفي عندنا شيء ثاني برضو اللي هو جليسي. ايش الفواحه هذه؟ ايش هذا؟ ايش مكوناتها؟ مكوناتها هذه فانيليا، زهره برتقال، كراميل، مسك. ما شاء الله تبارك. وعندنا هنا جليسي فواح وثبات مميز، والمكونات حقتها، المكونات حقتها هذه ثلاث انواع من المسك مع فانيليا. ما شاء الله تبارك الله. واكثر مبيعا برضو في البراند. كم سعرها هذه؟ سعرها قبل 350. حلو. الحين مع العرض كم ملي؟ 50 ملي. هذا 50 ملي. اي الحين مع العرض 175. هذا فقط للمعرض. للمعرض. ما شاء الله. واللي بيجي من طرفك له عرض خاص. الله يسعدك حبيب قلبي. وكم العرض؟ 150. الله يسعدك ويعطيك العافيه. والله يا اخوان انصح الجميع ما شاء الله تبارك الله يزور هذا المعرض. ما شاء الله عندهم عروض زي ما انكم شايفين وبراندات على مستوى. فاي واحد بيزور هذا الموقع اتوقع حيحصل شيء، وغير انه على مستوى كلها عروض بمناسبه المعرض. ما شاء الله كلها عروض.
الله يسعدكم يعطيكم العافية. نحن كده وصلنا نهاية حلقة اليوم، أعطونا رأيكم في التعليقات ونشوفكم في الحلقات القادمة.